طبعا امتى؟ خاصة ان الوقت ده لو في الاهلي وسموحة في كاس مصر، الاهلي لو وصل للنهائي كان ايوه المفروض النهائي يوم 3 فبراير، هيتأجل هو كمان. فبالتالي هيتأجل مباراة الكاس، نهائي الكاس، فنشوف ميعاد لنهائي الكاس. عشان كده بقول الموضوع مش يعني، عشان انا اقول كلمة دلوقتي مفهوم. الاهلي اتكلم من دلوقتي على قصه انه بس اعملوا حسابكم انه لما نرجع ما يتقلناش ضغط مباريات بشكل يضرنا فيفقدنا نقاطا كما حدث في المواسم السابقه. ايه الشكل اللي ممكن يتعمل يعني على مستوى مباريات هتترحل؟ فاكيد هيبقى في ضغط ولا ممكن ليها طريقه ولا الحته دي ده بس كلام اللي مش فاهم. اعلاميين مع بعض، اعلاميين بيردوا على بعض يعني، يعني جبهتين هنا وهنا بيردوا على مظبوط بعض، مظبوط. لان في الاخر زي ما قلت لحضرتك هيبقى في تصور، وافضل تصور انا ولا انا غاوي اعزز الانديه، ولو الانديه ما ضغطتش يبقى الدوري هيطول، وهيجي الناس هتقول لي يتريقوا الدوريات الاوروبيه بدات واحنا لسه ما انتهناش، مظبوط. هتيجي تضغط هيقول لك انت بترهق اللعيبه، واحنا بنمثل مصر سواء في افريقيا بقى او كاس عالم الانديه، فالكلام دوت متحضر، والكلام ده متحضر، والكلام ده مسجل. اي انا عارف في الاخر ولا حد يعجبه ده ولا حد يعجبه ده ولا حد يعجبه ده، احنا نشوف افضل حاجه متاحه وبعملها. تمام. وبعدين من دلوقتي برضو احنا مش عارفين مين هيبقى موفق في بطوله افريقيا وهيكمل، صح. فبالتالي هيتأجل له، مين هيبقى موفق فهيلعب مباريات، فهيجي في وقت برضه لو حد وفق وصل للنهائي او قبل النهائي، ايوه وحد خرج من بدري لا قدر الله، يعني هيجي اللي خرج من بدري هيقول لك هيلعب مؤجلاته قبل ما انا العب، فهتعمل وهخش ايه في فيها؟ نفس الموال يعني. طب هتعمل فيها ايه النقطة دي فعلا؟ هو ما انا موال. اقول لحضرتك. فاجابتك والناحيه الواضحة من الثانيه لو دلوقتي لعب، ايه؟ والناحيه الثانيه لو لعب كويس، هيقول لك لا، لو حبيت توقفه علشان يمشي مع اللي مكمل مظبوط. هيقول لك لا انت بتوقفني ليه، وبعدين تيجي تضغط ايه ذنبي. دي نقاط حلوه قوي. وانت طبعا من كتر ما سمعت الكلام ده على مدار السنوات بقيت عارف اللي هيتقال قبليه باشهر. ايه الاجابه بقى اللي ده من انا مره دلوقتي في سنه هتتعمل؟ واحده، يعني مره انا في سنة موسم واحد كان الاهلي وصل النهائي الترجي ايوه كويس، فبقى متاجل له مباريات اربع او خمس مباريات، وبعد كده الزمالك الاهلي خرج، كان الموسم اللي فيه الاتحاد الافريقي حول مواعيد المباريات عشان تبدا زي اوروبا وتنهي اي زي اوروبا، اي يعني الاهلي خلص الترجي بعد اسبوع لعب البطوله الجديده فما وفقش في البطوله الجديده، اي والزمالك كمل النهائي الكونفدراليه واخد البطوله، ايوه فانا تهاجمت الدور الاول عشان اجلت للاهلي، وتهاجمت الدور الثاني عشان اجلت للزمالك، طيب فدي امور. ايه اللي هيحصل اذا حصل كده انه فريق ما انا بقول كمل لحضرتك وفريق انا خرج؟ بعمل افضل حاجه متاحه وتصور متاح، اللي هو ولا يظلم ده ولا يظلم ده، يعني في نقطه برضو ثالثه ويمكن يعني في ناس تقول لك انا بلعب على ربع يوم وانا بلعب على ثالث يوم، كويس حضرتك لو شفت توتنهام لعبت النهارده، اي الناس دايما بتقول الدوري الانجليزي، ليفربول لعب الجمعه وهيلعب الاثنين، مظبوط. والسنه دي هيلعبوا كل يوم عشان كاس العالم كان في وسط موسم عطل، اي وهيخلصوا متاخر عن كل موسم تمام. طيب توتنهام لعبوا النهارده، هيلعبوا مع كريستال بالاس المباراه اللي جايه، كريستال بالاس لعبوا امبارح، محدش قال ان كريستال بالاس ريح يوم زياده لا، صح؟ المدربين هتلاقيهم بيطلعوا يتكلموا، يعني هتلاقي انطونيو كونتي اتكلم في الموضوع ده. يعني يعني بيحصل ولا بيتضايقوا ما برضه. بيحصلش يعني؟ بيحصل. دي نقطة كويسة. بيحصل. ليه؟ لان عشان الناس كلها تلعب بنفس فترات الراحه، يبقى لازم تلعب التسع مباريات في يوم في واحد نفس اليوم. مظبوط صح؟ مظبوط. اللي هو اكيد حد في النص هيبقى عنده فترة راحة اقل يوم اكيد او اكتر يوم. اكيد، بعدين مظبوط. بتتعوض بعد كده في مباراه ثانيه، المهم ايوه. ان اجمالي في الدوري كله ما تشوف الجدول كله هتلاقي متساوية او فرق مباراه بالكثير، مفهوم مفهوم تماما. ومحدش فكر في الانديه برضو اللي هي ضغطها مش كويس، بتيجي مبارياتها مع مباريات الاربع انديه المشاركين في البطوله الافريقيه، ايوه. لان انت لما تيجي تحطهم تاني يبقى انت بتضغطهم هم كمان، يعني مش الانديه بس بتاعت افريقيا اللي بتتضغط، يعني ايوه. بدل ما النادي هيلعب على 6 ايام مباراتين او 7 ايام، فلما تيجي بتضغطه
لان المباراه بتاعته اتاجلت، جت مع نادي من الانديه الاربعه في افريقيا. ايوه يبقى النادي بتاع افريقيا ده ما بيتضغطش لوحده، ما هو بيلعب فرقه ثانيه. مظبوط صح. الفرقه الثانيه ديت هتبقى تضغط. مريحه، ما انت تيجي تتضغط هي كمان. مظبوط. برضه ما حدش بيفكر في الانديه ديت. فبقول لحضرتك هو الجدول في العالم كله هتلاقيه كده، صح. في اي حته، في صح. انجلترا، في المانيا، في اي حته هتلاقي الكلام دوت. فيا ريت حضرتك تعمل برضه جزء من البرنامج، تجيب الجدول الانجليزي، الدوري الانجليزي، وشوف بيلعبوا على كام يوم. كويس، زي ما احنا عايزين بقى نبقى شبه الناس دي. كويس، تمام. بيلعبوا على كام يوم الدوري، ولعبوا كام مباراه مع في اوروبا وفي الدوري الممتاز وكاس الرابطه، الحاجات دي كلها.